هل تريد السعادة في حياتك؟ هل تريد الاستجابة لدعواتك؟ هل تبحث عن راحة البال وصلاح العيال والزيادة في المال؟ قم إلى الصلاة متى سمعت النداء، اترك ما في يديك وبادر بالاستجابة للنداء. أرجع الكرسي إلى الوراء، ضع القلم، أقفل الجوال، أجل الحديث مع زميلك، خذ فاصل ثم ابدأ في ترديد الأذان بإخلاص وتجرد وبنفس عميق. بعدها قم فتوضأ، ثم بكر بالذهاب إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، ثم كبر واركع واسجد وأبشر. فلن يخيب الله سرعة استجابتك، سيحقق الله لك كل ما في بالك. إن هذا المشهد يتكرر في اليوم 5 مرات، فبادر وردد الأذان وقم إلى الصلوات، تفز بالحسنات ورفيع الدرجات. اللهم من نشر هذا المقطع لا تحرمه لذة النظر إلى وجهك الكريم. هل تريد السعادة في حياتك؟ هل تريد الاستجابة لدعواتك؟ هل تبحث عن راحة البال وصلاح العيال والزيادة في المال؟ قم إلى الصلاة متى سمعت النداء، اترك ما في يديك وبادر بالاستجابة للنداء. أرجع الكرسي إلى الوراء، ضع القلم، أقفل الجوال، أجل الحديث مع زميلك، خذ فاصل ثم ابدأ في ترديد الأذان بإخلاص وتجرد وبنفس عميق. بعدها قم فتوضأ، ثم بكر بالذهاب إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، ثم كبر واركع واسجد وأبشر. فلن يخيب الله سرعة استجابتك، سيحقق الله لك كل ما في بالك. إن هذا المشهد يتكرر في اليوم 5 مرات، فبادر وردد الأذان وقم إلى الصلوات، تفز بالحسنات ورفيع الدرجات. اللهم من نشر هذا المقطع لا تحرمه لذة النظر إلى